ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في هوم سينما. النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده في حلقه جديده هنا في هوم سينما. حلقه جديده هنا على هوم الون. جديده هنا في هوم هكلمكم النهارده على رحلتي في يوتيوب على مدار السنتين اللي فاتوا، وعلاقتي بالسوشيال ميديا وتاثيرها على الناس سواء بالإيجاب أو بالسلب، ورحلتي أنا على مدار السنتين دول اتعلمت إيه. يمكن الفيلم ده يبقى بالنسبة لي البداية أو النهاية. إزيك؟ أهلا. إزيك؟ عامل إيه؟ أنا تمام الحمد لله. جيت لك النهاردة عشان نتكلم شوية أنا وإنت بخصوص علاقتك بالسوشيال ميديا عامة أو قنواتك على يوتيوب. انا عارف اللي حصل لك بخصوص قنواتك على يوتيوب واتقفلت من غير سبب وبعد كده رجعت اتفتحت تاني الحمد لله، يعني تقريبا بسبب. تمام. تشرب بس ايه الاول؟ اتنين قهوة. شكرا. يا سلام. شكرا. المج الفشيخ اللي انا بحبه. حط بس المج هنا. اتفضل. فاحنا جايين نتكلم النهاردة شوية على مدى تأثير السوشيال ميديا عليك انت وعلى المجتمع نفسه عامة، يعني in general سواء بالسلب او بالايجاب. يعني عايزين نتكلم عامة عن رحلتك في اليوتيوب الفترة القصيرة خالص، السنتين اللي انت عملت فيها فيديوهات، عملت تقريبا اكتر من 300 فيديو. عايزين نتكلم على الفترة دي السنتين، استفدت ايه وعملت ايه فيهم؟ والله انا شاب عادي جدا، عندي 26 سنة، انا خريج اكاديمية اسكندرية، طبعا اكاديمية بحرية قسم فنادق. من نوعية الناس اللي بتحب تعمل فيديوهات يعني على السوشيال ميديا وكده. طبعا بدأت رحلتي مع اليوتيوب من سنتين تقريبا، بس انت عارف المشكلة، الفكرة ان على السوشيال ميديا عندك دايما حتة الخوف. يعني في ناس كتيرة جدا حابة ان هي تبقى كونتنت كرييترز وتعمل فيديوهات على يوتيوب، وحابة اللي هي تعمله. انا اسف لو في دوشة برا، انا اسف معلش، طبعا ده غصب عني يعني. ما علينا، نرجع لموضوعنا. مفيش فكرة ان في ناس كتيرة جدا بتبقى حابة تعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، بس انا من نوعية الناس ان انا كان عندي دايما حتة الخوف. يعني قعدت فترة كبيرة جدا عقبال ما اخد القرار ان انا اعمل فيديوهات وكده. يعني كان نفسي اعمل فيديوهات من زمان، بس عارف بس دايما حتة الناس اللي دايما بيقولوا لك لا مش لا، طب انت هتعمل فيديوهات ليه وهيبقى شكلك وحش؟ طب انت برضو حتى سبكونشسلي انت مع نفسك حتى بتفكر، طب انا حتى لو طلعت اعمل فيديوهات الناس ممكن تطلع تقول ايه؟ فاهم قصدي؟ فالناس ممكن عند حته الناس، يعني هي مش اكتر، يعني حتى دي مشكله بتواجه كتيره جدا من الناس. كان يعني في ناس كتيره جدا على السوشيال ميديا كان برضو عندهم حتة الخوف دي، ان هم هي دايما الستيب رقم واحد، ان هو اعمل فيديوهات ولا ما اعملش فيديوهات. يعني في ناس داخلة المجال بتاع اليوتيوب حبا ان هي تعمل فيديوهات، وفي ناس تانية بصراحة بتخش مجال اليوتيوب عشان عارف ان مجال اليوتيوب بيكسب فلوس والكلام ده كله، فداخلة على اساس ان هو بيكسب فلوس وكده، مش هاممها المحتوى. بعد فترة كبيرة لما قررت ان انا اخد القرار ده واعمل او ابدأ ان انا اعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، كان اوريدي عندي خلفية كبيرة جدا من الافلام. يعني انا بحب الافلام حرفيا بجد من وانا صغير، يعني حرفيا اتربيت على الافلام، يعني الافلام من وانا صغير، افلام الانجليش بالذات اكتر من العربي. وكنت بشوف نماذج كتيرة جدا كويسة على يوتيوب، بتكلم في مصر اكتر. يعني مثلا في ناس كتيرة جدا انا كنت بحب اتابعها، ولسه حتى لحد دلوقتي لسه ما زال متابعهم، واتفرجت عليهم من الاوائل ما ابتدوا ان هم يعملوا فيديوز يعني على يوتيوب. من اشهرهم مثلا في عندك الاستاذ محمود مهدي على قناة فيلم جامد، وعندك ماهر موصلي، ده شاب برضو ظريف جدا من السعودية، على قناة يعني ماهر موصلي. وفي كمان براء، ده برضو ريفيور على يوتيوب، برضو اسمه براء، سوري القناة بتاعته اسمها فيلمر برودكشن. دول تقريبا من اكتر التلات بني ادمين اللي انا حرفيا بحب اتفرج عليهم على السوشيال ميديا او على يوتيوب في نوعية الكونتنت اللي هما بيقدموه، اللي هو بتاع ريفيوز بتاعت الافلام.
وفي طبعا نماذج ناجحه كتيره جدا بره زي عندك كريس تاكمان وفي كمان جيرمي جونز ده ولا جيرمي مش عارف اسمه ايه، دول برضو نماذج ناجحه جدا بره. بس انا ببقى تركيزي اكتر على البلاتفورم بتاع اليوتيوب وعلى اللي هو زي ما نقول كده الاودينس العربي، او انا بحب اركز اكتر الاودينس العربي. حتى كده انا يعني حتى في الاول انا كنت يعني قبل ما ابدا يوتيوب كنت دايما كان عندي الحته اللي هو طب ابدا ان انا اعمل يوتيوب بيكون بالانجليش ولا اعمل بالعربي. هو لو هنيجي نتكلم ماديا، لو هنتكلم ماديا، لو انا هتارجت اودينس بره، ماديا بره اكتر بياخدوا فلوس اكتر. يعني لو عملت تارجت اودينس بره بره مصر طبعا الموضوع هيختلف خالص عن مصر، بس انا كنت حابب ان انا اعمل نوعيه ريفيوز للافلام اكتر في مصر، لان انا حاسس ان بره مش محتاجين. يعني انا حاسس ان بره مش محتاجين، لان في ناس بره كتير قوي شاطره ونماذج شاطره جدا، وهنا في مصر برضو في نماذج شاطره، بس انا حاسس ان الثلاثه دول انا ذكرت اساميهم بالقنوات بتاعتهم دول احسن ثلاثه من وجهه نظري انا في الوطن العربي على يوتيوب في مجال الريفيوز بتاعت الافلام. وبعد كده اخدت سكه ان انا بعد ما ابتديت والحمد لله عملت فيديوهات كتيره، ابتديت كمان اخش في سكه الجيمنج. انا عامل كمان قناه تانية اسمها يعني قناه بتاعت الريفيوز بتاعتي اسمها هوم سينما، وعامل قناه برضو بتاعت العاب رعب، وبعمل فويس اوفر بصوتي انا بالانجلش، وساعات بحط السبتايتلز بالعربي عشان اللي حابب يقرا او اللي حابب مجرد ان هو يسمع بس، زي اب تو يو يعني زي ما هو حابب. يعني انا بالنسبه لي القناه دي كانت التوب، يعني زي ما كنت بقول لحضرتك ان في السوشيال ميديا او على اي بلاتفورم بتاع اليوتيوب انا بالنسبه لي الثلاثه دول كانوا توب. وانا حتى يعني استاذ محمود مهدي على فيلم جامد انا حضرت بدايته خالص في 2014، كان عامل سلسله افلامه بتهبيط الهبوط بالهبوط، وبعد كده ابتدى بقى يعمل بقى الفلوجز بقى بتاع دبي والكلام ده كله. يعني حضرت انا كل ده يعني من البدايه. ماهر موصلي ممكن هو وبراء ما حضرتهمش من البدايه قوي، بس استاذ محمود مهدي ده يعني ده كان واحد من الحاجات اللي حفزتني ان انا ابدا اعمل فيديوهات على اليوتيوب، اللي هو اشمعنى الناس دي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب؟ طب انا كمان عندي معلومات كتيره جدا وحابب ان انا اعمل ريفيوز للافلام واعمل تريلر رياكشن واعمل كاتيجوريز جديد برده. حتى انا بدأت اعمل كاتيجوريز جديدة على يوتيوب، عملت هوم سينما في البيت. هوم سينما في البيت ده نوعية كاتيجوري انا عامله، اللي هو انا بقترح نوعية افلام معينة underrated عشان الناس تتفرج عليها في البيت. وبعد كده عملت حاجات كتيرة جدا على القناة بتاعتي في كاتيجوريز كتيرة. ابتديت بقى اخش برضو في سلسلة رمضان برضو ليها تريلر رياكشن، وكان برضو ليها مراجعات لمسلسلات رمضان. وبعد كده عملت كاتيجوري تاني اسمه ايه الكلام في الافلام، ده يعني الكلام في الافلام ان جنرال. يعني جوه الكاتيجوري نفسه في حاجه اسمها سينما على الماشي، ده بيبقى فيه مثلا لو حاجه نزلت مثلا في السينما حابب اتكلم عنها، في مثلا مهرجان زي مهرجان الجونه اللي اتعمل او مهرجان بتاع فينيس مثلا اللي نزل فحبيت ان انا اتكلم عنه. ففي كذا كاتيجوري يعني انا ده اللي انا فاكره دلوقتي، عشان في كذا كاتيجوري انا عامله في القناه، ولسه في كاتيجوري جديد انا لسه بديته من كام يوم اسمه كريسماس في البيت. ده هيبقى من نوعيه الكاتيجوريز اللي هيبقى فيها مراجعات للافلام بتاعه الكريسماس، بس يعني الكاتيجوري ده هيبقى مره واحده في السنه هيتعمل، هيبقى فيه مراجعات للافلام يعني. وبدات ان انا اعمل في مراجعات، يعني كنت اخر حاجه كنت عاملها كان هوم الون الجزء الاولاني، الفيلم مش القناه بتاعتي، هوم الون الجزء الاولاني وهوم الون الجزء الثاني. اول برضو ما بدات على اليوتيوب كنت جايب كاميرا كده صغيره ديجيتال، وحتى كنت جايب لمبه صغيره كده كنت بصور بيها، كانت شبه الاباجوره دي كده، بس مش هي طبعا، كانت اباجوره ثانيه. ابتديت طبعا اصور وكده. كان ايه اول فيديو تفتكر؟ اول فيديو انا عملته كان اول فيديو اللي مثلا انا كنت عامله كان الجولدن جلوب، بس مش فاكر كانت سنه كام. كان انا بدات القناه 2019، كان الجولدن جلوب تقريبا بتاع السنه دي بتاعت سنه 2019، كان جولدن جلوب تقريبا بتاع 2019 على ما اعتقد، يعني كان الجولدن جلوب بتاع 2019 على ما اعتقد. ده كان اول فيديو تقريبا كنت عامله، وبعد كده ابتديت اعمل بقى تريلر رياكشن. يعني كان ساعتها كان نازل فيلم الضيف تقريبا، وكان نازل تقريبا سبايدر مان فار فروم هوم على ما اعتقد، ولا هوم كومينج والله ما فاكر، وكنت عامل جون ويك، وكنت عامل كام فيديو يعني. حتى المونتاج بتاعي ساعتها كان رايح في 60 داهيه. مش عايز اقول دلوقتي المونتاج بتاعي واو، بس يعني الى حد ما انا من وجهه نظري انا الشخصيه في تغيير جامد قوي 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 من حيث المونتاج. يعني انا حرفيا اول ما بدات في الموضوع الاديتنج يعني بتاعت الفيديوهات
كان المونتاج كان رايح في 60 دقيقه، وتلاقيني كنت قاعد بقرا في حاجات، وكنت عمال ابص شمال ويمين واعمل واسوي وكده وبتاع. بس يعني واحده واحده مع يعني مع التعود يعني وكده، وتعلمت لي كام كلمه جديده في المونتاج، وتعلمت لي كده شويه تكنيكس معينه في المونتاج، الحمد لله الى حد ما كويس فيه يعني. وبعد كده بقى حصلت مشكله لما بدات القناه، لما بعد ما نزلت كام فيديو حصلت مشكله قفلتني بطريقه يعني حرفيا مش عارف كنت اعمل ايه بقى ساعتها. ايه بقى اللي حصل؟ حصل ان القناه اتقفلت. يعني هوم سينما، يعني هوم سينما اللي انا شغال بيها دي دلوقتي دي يعتبر القناة التانية او تاني مرة اعمل هوم سينما، لان اول مرة خالص القناة اتقفلت انا حتى مش فاكر والله ليه تمام، بس تقريبا كنت مش عارف كنت عامل فيديو معين، فتقريبا حد راح ضربني اعطاني واحد حقوق طبع ونشر تقريبا كوبي رايت يعني، مش فاكر كان على ما اعتقد بسبب ده. بس الحمد لله ما كنتش منزل فيها فيديوهات كتيرة يعني. كنت منزل كام فيديو تقريبا؟ كنت منزل تقريبا 4-5 فيديوهات على ما اعتقد يعني، ما كنتش منزل فيديوهات كتيرة، كنت لسه في البداية يعني لسه ببدأ. عملت ايه؟ وساعتها عملت ايه؟ ولا حاجة، خدت تاكسي وروحت بيتنا. انا مش عارف انا اصلا كنت فين تقريبا انا وقتها. على ما اعتقد انا كنت في بيت اصدقائي على ما اعتقد، او كنت مش عارف كنت فين والله. طبعا كنت مش طايق نفسي، وكنت زعلان بجد جدا، لان انا كنت شايف ان ده لسه في البدايه ومش عارف ايه، ولسه كنت بنزل 4-5 فيديوهات وبتاع، وحرفيا يعني زي ما تقول كده الدنيا اتسدت في وشي يعني، لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه ببدا، فالقناه اتقفلت يعني. فاللي هو بجد كنت متضايق جدا، وقررت ان انا يعني هوقف سيكا شويه، هوقف شويه يعني. بس الكلام ده كان زمان يعني، الكلام ده كان قبل 2019 يعني. الكلام اللي انا بقول عليه ده كان تقريبا في 2018 على ما اظن يعني. وبعد كده قررت ان انا مش هستسلم، وقررت ان انا يعني زي ما بيقولوا فعلا I'm not gonna give up على اللي انا بحبه، ولان حسيت ان فعليا ده اللي انا بحبه يعني، ده اللي انا بجد يعني بحب اعمله، بحب اعمل فيديوهات يعني. وقررت ان انا افتح قناة تانية فعلا جديدة اسمها برضو هوم سينما عادي جدا، ودي كانت البداية بالنسبة لي في 2019، كان في يناير 2019 حتى، كان في يناير 2019. وبعد كده الفيديوهات اللي كانت اتمسحت في القناة اللي هي القديمة كانت لسه عندي، نزلت منها كام فيديو برضو كده على القناة اللي انا شغال عليه. حتى اللي هيخش يشوف على هوم سينما في سكرول داون كده هيلاقي لسه الفيديوهات القديمة بتاعتي موجودة يعني، الفيديو بتاع الجولدن جلوب موجود، والبداية بقى اللي كان الاوسكار برضو ساعتها، كان تقريبا الاوسكار بتاع 2018-19 حاجة زي كده يعني، كان في وقتها كان الاوسكار بتاع بلاك بانثر، ويعني كان فيه تاني كان الاوسكار بتاع بلاك بانثر. وعملت حبة فيديوهات حلوة بصراحة، عملت فيديو في 2 في 3 في 10 في 20 في 100 في 200 في 300 تقريبا على مدار سنتين. يعني تقريبا خلاص احنا داخلين على سنتين. انا القناه بتاعتي اتفتحت عملتها 2019، ده خلاص احنا داخلين على 2021، ف خلاص يعني تقريبا عامل تقريبا 330 فيديو على ما اعتقد في سنتين يعني، في 20 سنتين عامل بتاع 330 فيديو بس تقريبا. وبعدها بعدها بكام شهر، في شهر 6 على ما اظن، او في شهر 5 او شهر 6، ابتديت عملت القناه اللي هي اللي اسمها هوم الون يعني، في 2019 ولا 2020 والله ما فاكر، والله العظيم ما فاكر، تقريبا 2020 تقريبا 2020 عملت تقريبا شهر 5 او شهر مش فاكر والله، تصدق مش فاكر انا 2019 2020 والله مش قادر افتكرها. ما علينا، انا كنت بادئ القناه انا فاكر في شهر تقريبا شهر 6، بس انا والله ما متذكر 2019 ولا 2020. ابتديت برضو عملت القناه اللي اسمها هوم الون، دي اكتر اللي هي زي ما قلت في الاول، دي عباره عن قناه جيمنج مينلي، بتبقى العاب رعب بس يعني. هي انا فاتح القناه لهدف معين اللي هو انا هلعب العاب رعب فقط لا غير، وابتديت واحده واحده ابدا اعمل كاتيجوريز جواها، يعني الكاتيجوري بتاع الالعاب الرعب، وفي بعد كده الكاتيجوري اللي حضرتك قلت حضرتك عليه اللي هو بتاع الهوم الون ان ذا دارك، ده القصص الفويس اوفر اللي انا بعملها بصوتي، وبيبقى فيه ترجمه بالعربي تحت، ساعات بحط ترجمه بالعربي تحت، وبيبقى فيه فويس اوفر يعني. وان شاء الله باذن الله في كام حاجه كده في دماغي عايز اعملها، بس مش دلوقتي يعني، قدام شويه يعني بخاص لهوم الون، بس قدام شويه اتمنى ان هي تعجب الناس يعني على السوشيال ميديا او على يوتيوب يعني. وانا الحمد لله لحد دلوقتي القناه بتاعتي وصلت
يعني 5400 سبسكرايبر، وده انا والله العظيم ثلاثه يعني. انا ممكن في ناس كتيره جدا تيجي تقول يعني هو عمل الهايلاماندا كله عشان 5400 سبسكرايبر، اما لو وصل مليون سبسكرايبر هيعمل ايه؟ والله انا شايف ان 5400 سبسكرايبرز دول يعني انا بالنسبه لي انا والله العظيم ثلاثة، على الرغم ان ممكن في ناس كتيرة جدا تقول ان الرقم ده صغير، بس انا بالنسبة لي الرقم ده كبير جدا وما كنتش متوقع ان انا اوصل له اصلا. انا لما كان بيبقى عندي 100 سبسكرايبر ولا 200 سبسكرايبر اصلا كنت حرفيا كنت بطير من الفرحة. وبالنسبة للناس اللي ممكن تكون بتتفرج ومش عارفة قد ايه التعب او المجهود الواحد بيبذله والله في عمل الفيديوهات، انت بتعمل اصلا، انا بشتغل لوحدي يعني، ما حدش بيشتغل معايا، انا بصور وبكتب السكريبت وبعمل فيديوز وبعمل اديتنج ومش عارف ايه وبتاع. وغير كده انا عندي قناتين، والقناتين دول جوه كل قناه في كذا كاتيجوري، مش كاتيجوري واحد يعني. زي ما قلت في هوم الون في دلوقتي حاليا في 2 كاتيجوري، الالعاب والفويس اوفر، انما هوم سينما في كذا كاتيجوري انا شغال عليه، مراجعات افلام عربي وانجليزي ومسلسلات رمضان ودلوقتي افلام الكريسماس وهوم سينما في البيت، ففي حاجات كتيره جدا. وغير بقى طبعا لازم الافكار والكلام ده كله يعني. وبالنسبه لهوم الون انا كنت وصلت تقريبا 2400 سبسكرايبر، وبرده ده بالنسبه لي والله رقم كويس قوي، انا بالنسبة لي الرقم ده كويس قوي والله مبسوط بيه، على الرغم ان ممكن في ناس كتيرة برضو تقول لو انت بعد كل ده في الاخر عشان 2400 سبسكرايبر، والله العظيم ثلاثة هي في ناس حرفيا والله بتعاني عشان توصل مجرد 100 مشترك على يوتيوب و200 مشترك و300 مشترك. انا مش فارق معايا يعني، في ناس بسم الله ما شاء الله يعني نماذج كتيرة جدا شاطرة وصلوا 100,000 في ولا حاجة، في حرفين في ولا حاجة، ممكن في شهر أو شهرين ممكن يكونوا وصلوا 100,000 و200,000 و500,000، ربنا يبارك لهم يعني. يعني أنا مبسوط باللي عندي، زيدوا تمام الحمد لله خير وبركة زي الفل، ما زادوش خلاص يعني، أدي الله وأدي حكمته. ده غير أصلا حضرتك إن اليوتيوب يبقى صعب جدا، لأن يعني كله بيعمل دلوقتي فيديوز سواء على يوتيوب أو على فيسبوك أو على تيك توك أو على وات ايفر، أي بلاتفورم موجود في السوشيال ميديا، كل الناس بتعمل فيديوهات، كل الناس عايزة تتشهر، كل الناس عايزة المحتوى بتاعها يوصل. أنا يعني أنا عن نفسي مش حوار شهرة، مش حابب موضوع شهرة قوي، على قد ما أنا حابب إن المحتوى بتاعي يوصل للناس ويعجب الناس. هو مش فكرة شهرة اللي أنا أول ما أمشي في الشارع الناس تشاور عليا، أصلا مش مغني مهرجانات ولا ممثل ولا بتاع، أنا واحد بيعمل محتوى على يوتيوب حابب إن الكونتنت بتاعي يعجب الناس سواء على القناة دي أو على القناة دي يعني، تمام؟ مش حوار شهرة. أنا في ناس أو ناس كتيرة جدا بتدور على شهرة وحتموت وتتشهر وبيعملوا أي حاجة حرفيا عشان يتشهروا، وأنا مش كده، أنا مش كده خالص. أنا حابب أكتر إن المحتوى بتاعي هو اللي يتعرف أو يتحب من الناس، مش أنا يعني. يعني أنا لو ناس حبتني تمام، ما مش هقول حاجة، بس أنا يعني هدفي أكتر إن الكونتنت اللي أنا بعمله بجد يعجب الناس. وغير أصلا كمان إن زي ما بقول إن السوشيال ميديا دلوقتي كل بقى بيعمل فيديوهات، ويعني كله بقى مركز ان هو يعمل فيديوهات اكتر، وكله يعني زي اليوتيوب ده تحس ان هو زي سباق يعني مين هيبقى احسن من مين، او زي ما تقول كده واقفين في طابور مين هيسبق التاني، يعني مين اللي في الاول ومين في التاني. وانت انا مثلا سي انا مثلا في الريفيوز بتاعت الافلام، انا دلوقتي في 10 بني ادمين واقفه في الطابور مثلا، انا رقم 10 في الاخر، وفي الاول وفي الاول والتاني والتالت والرابع لحد برقم 10. انا ايه اللي ميزني عن رقم 8؟ ايه اللي ميزني عن رقم 7؟ ايه اللي ميزني عن رقم 5؟ انا حابب ان انا اخد الستبس دي واعدي ان انا اكون احسن منهم كمان. انا بتمنى والله بكل التوفيق لكل حد، بس دايما الواحد بيحس دايما ان هو لازم يبقى الاحسن على اليوتيوب عشان المحتوى بتاعه يعجب الناس، او مثلا يقولوا اشمعنى مثلا يعني قناة فيلم جامد مثلا، ايه اللي يميز مثلا فيلم جامد عن قناة هوم سينما؟ ايه اللي يميز قناة هوم سينما على فيلم جامد؟ فيلم جامد بيعمل كذا كذا كذا، لا دي حلوة جدا وعجبتني. انا بقى مفروض افكر في فكرة تعجب الناس مثلا اكتر من فيلم جامد، فابقى اول مثلا اول الطابور او تاني الطابور وهكذا، مثلا قناة ماهر او قناة مثلا براء او قناة مثلا بتاع افلام او قناة مثلا وات ايفر، تمام. بحس مين يبقى احسن من مين، هو كده اليوتيوب كده يعني، تحس هو مش حوار ان احنا نخبط في بعض، لا هو نسبة مين اللي حابب ان هو يعمل فيديوز ومين اللي دايما بيستمر بس يعني. فهو ايه اللي يميز فلان على فلان يعني؟ ليه اتفرج مثلا على مراجعات افلام فلان الفلاني بس ما اتفرجش على مراجعات افلام فلان الفلاني؟ يعني ده احسن من ده ليه؟ او انا اتفرج يعني مثلا الاثنين ممكن يكون منزلين نفس مراجعه الفيلم، طب انا ممكن حابب اتفرج على ده ومش حابب اتفرج على ده، علشان ده بيميز عن ده عن حاجه، ده بيقول حاجات احسن، ده بيعمل انترو احسن، ده مثلا الاديتنج سكيلز بتاعته اعلى من فلان الفلاني،
افكاره احلى، بيعمل كاتشي مثلا حاجات في الفيديو والكلام ده كله فتعجب الناس. بس فهو يوتيوب او السوشيال ميديا عامه ان جنرال، يعني السوشيال ميديا يعني ان جنرال اتس ا روم فور everybody زي ما بيقولوا، او كله بيصارع ان هو يبقى الاحسن والافضل وذا بيست، يعني يبقى احسن واحد على السوشيال ميديا. فكره بقى النجاح على السوشيال ميديا هي صعبه شويه، بس دايما يعني خلي عندك ثقه في ربنا جامد يعني، وخليك واثق في نفسك وواثق من الكونتنت اللي انت بتعمله، ولازم تنزل فيديوز على طول، لازم لازم لازم. ما ينفعش ان انت مثلا او تكسبكت سبيشالي لو انت كونتنت كريتور لسه صغير، واحد لسه بيعمل فيديوهات ولسه يعني لسه بادئ القناة، حاول تكثف فيديوهات. يعني حاول مثلا لو انت لسه بادئ مثلا تعمل مثلا 10 فيديوهات في الاسبوع. والله حرفيا انا في رمضان اقسم بالله انا في موسم رمضان عامل 62 او 63 فيديو حرفيا، ده في اول موسم رمضان ليا على القناة كنت عامل بتاع 62 او 63 فيديو. تمام، الكلام ده امتى؟ سوري، الكلام ده في قد ايه؟ في 30 يوم، اللي هو الموسم بتاع رمضان. في رمضان بقى اللي بعديه اللي هو اخر رمضان اللي احنا كنا فيه ده، على ما اعتقد كنت عامل برضو بتاع 63 او 64 فيديو في رمضان ده. فالكم كان كتير جدا، وفي 30 يوم. يعني انا كنت ممكن حرفين في اليوم الواحد، والله بدون مبالغة، ممكن كنت انزل 5-6 فيديوهات. فانا حرفين كنت بقسم فيديوهاتي يعني، فالموضوع كان كبير يعني. وكنت مثلا كنت بتفرج على اول 10 حلقات، وبعد كده اعمل مراجعة، وبعد كده العشر حلقات التانيين اللي في النص، وبعد كده اخر 10 حلقات. فالموضوع كان بيبقى كتير جدا. ده غير مثلا لو كنت عايز اعمل تريلر رياكشن، وكنت بعمل تريلر رياكشن على المسلسلات اللي كنت بتفرج عليها، وقبل كمان قبل ما اتفرج عليها عشان اعرف انطباع هل هتفرج على ده ولا مش هتفرج على ده والكلام ده كله يعني. فالموضوع كان برضو كان صعب يعني. انا كان جات لي فتره كبيره جدا في رمضان على فكره ما كنتش بنام يعني، حرفيا كنت مثلا بصحى مثلا المغرب، وقبل كده كمان شويه الظهر مثلا، لحد تاني يوم كنت بنام الصبح يعني عشان اعرف اتفرج واكتب واعمل واسوي. طبعا غير طبعا الواحد صايم وبيحاول ان هو على قد ما يقدر ان هو يسلي صيامه، مثلا يتفرج على مسلسل او يصلي او يعمل وات ايفر يعني، كل واحد بقى حر في حياته. في فتره كبيره جدا برضو كنت يعني كنت متضايق جدا وكنت محبط جدا، لان حسيت فيه ان فتره كبيره ما كانش حد بيدعمني خالص، مفيش دعم خالص من اي حد من على القناه، او مثلا حتى الناس القريبه ليك. انا تقريبا الحد الوحيد اللي كان بيدعمني هي امي يعني، امي دايما هي اللي كانت بتدعمني في حوار الفيديوز، واختي وخطيبتي وابويا برضو، والصحاب حرفيا يتعدوا على الايد الواحده، غير كده ما كنتش بلاقي دعم من اي حد تاني. وبرضو مع ذلك انا برضو مستمر، وبرضو يعني حاسس يعني انا جات لي فتره كبيره جدا ممكن تلاقيني مره واحده مثلا انا عايز اعمل فيديو او اكسايتد بقى وكاتب السكريبت وبتاع وحاطط اللابتوب وكاتب وعامل وبحط وخلاص هقعد يعني عشان اعمل الفيديو بتاعي، فجاه مره واحده وانا قاعد لا ما ليش مزاج اعمل فيديو بصراحه، ما مش عارف عايز اقوم مره واحده كده، مش عارف، حسيت باحباط مره واحده. والموضوع ده برضو استمر معايا فتره كبيره جدا، وكان بيحصل لي كمان كتير جدا. وفي فتره برضو انا قعدت فيها مثلا بتاع والله بتاع 3 4 شهور ما عملش فيديوهات نهائي نهائي. والناس اللي عارفيني مثلا على القناه، انا من نوعيه الناس اللي بحب اعمل فيديوهات كتيره جدا وكتيره قوي، وانزل كميه فيديوهات غريبه يعني. في كونتنت كرييترز انا مثلا على يوتيوب انا بحب اتفرج عليهم وبحب اتابعهم، حرفيا مثلا في السنه الواحده، اللي هو 365 يوم، ممكن اخرهم ينزلوا مثلا 3 فيديوهات ده ماكسيمم، او 4 فيديوهات ده لما يعملوا هايلمون. انا مثلا في سنه واحده، حرفيا ممكن انزل بتاع 100 فيديو يعني بدون مبالغه. وعلى الرغم ان برضو كنت حاسس باحباط ومفيش دعم خالص من اي حد، سواء الناس اللي بتتفرج عليا او الناس القريبه منك، بس برضو ستيل انا عشان دي حاجه انا بحبها وحابب ان انا اكمل فيها واعملها، فبحاول اثبت نفسي على البلاتفورمز، على السوشيال ميديا وبالذات على يوتيوب. فقررت ان انا استمر واعمل يعني فيديوهات وكده. بالنسبه بقى للقنوات التانية اللي هي قنواتي الكبيره جدا، او القنوات القنوات اللي هي مثلا عندها سبسكرايبرز كتيره جدا، في يعني النو تايم تلاقيه مره واحده ضرب مثلا 500,000 ومليون ومش عارف ايه. الناس دي بيلاقوا فعلا الدعم يعني. ده يرجع عشان يقول لك ده ارجع اقول لك يعني على حوار موضوع الدعم ده، في ناس طبعا كتيره جدا بتدعمهم، في شركات طبعا بتدعمهم والكلام ده كله، بس هما طبعا مش هيطلعوا يقولوا الكلام ده يعني. الكلام ده برضو بيبقى في الاستخبص ما بينهم وبين الشركات، وطبعا مش هيقولوا الكلام ده، وطبعا مش هيقولوا للمشاهدين اللي هما بيتفرجوا عليهم ان في ناس، في شركات بتدعمهم، وفي ناس بيتعمل لهم بروموشنز والكلام ده كله، تسويق يعني ماركتينج.
وانا جات لي برضو فتره من الفترات حبيت ان انا اعمل ده، دخلت كلمت كذا كذا حد على السوشيال ميديا وناس معروفه يعني، بس بدون ذكر اسماء، مش حابب ان انا اقول اسم اي حد بصراحه. كلمت ناس كتيره جدا وعشان يدعموني وعلى السوشيال ميديا، بس برضو ما حدش رد عليا، وبجد كنت مضايق جدا لان حسيت ان في فتره من الفترات كنت فعلا بجد محتاج دعم على يوتيوب عشان اقدر استمر، لان بعدها يعني في الفتره دي انا فعلا بجد كنت محبط جدا وكنت زعلان قوي، لان انا كان ليا فتره كبيره كنت بنزل فيها فيديوهات كتيره وما بلاقيش مشاهدات ومحدش بيتفاعل خالص مع المحتوى بتاعي، وكنت ببذل جهد جامد جدا وشبه كان في فتره ما كنتش بنام، وبحبيت انا كنت بعمل فيديوز وانزل واعمل واسوي واجري وهب هوم مش عارف ايه وكده، بس برضو ما كنتش بلاقي دعم خالص. فبجد الموضوع ده كان مضايقني. دخلت كلمت كونتنت كريترز تانيين على يوتيوب او على انستغرام والكلام ده كله عشان يدعموني، مثلا يوتيوبرز او مثلا زي ما بيقولوا هما انفلونسرز والكلام ده كله، بس مع الاسف ما حدش رد عليا، وفي ناس كانت بتعمل سين وما كانتش بترد، فالموضوع ده برضو كان بيضايقني يعني، بس بدون ذكر اسماء. ليه تفتكر؟ افتكر ليه مش عارف والله، والله مش عارف، بس والله ما اعرف، ممكن يعني بره في حوار موضوع الكوربوريشن ده موجود برضو هنا في مصر وموجود برضو في الوطن العربي عامه، بس هنا مشكله ان يعني هنا يعني مثلا سي لو يوتيوبر مثلا عنده مشتركين كتير، حب مثلا ان هو يعمل كوربريت مع حد، يعمل كوربوريشن اتنين يتناقوا في نفس الفيديو، فالاتنين يعني الاتنين بيشيلوا بعض، فاهم قصدي؟ يعني واحد مثلا عنده 300,000 او 400,000 او 500,000 يحب ان هو يطلع مع واحد يوتيوبر عنده نفس السبسكرايبرز، عشان السبسكرايبرز اللي هنا يروحوا هنا واللي هنا يروحوا هنا، تمام؟ يعني مثلا ما ينفعش مثلا واحد، على الرغم بره بيعملوا الكلام اللي انا هقوله ده، بره في ناس كتيره وشفت نماذج كتيره بيعملوا الحوار ده وبيعملوه، وهنا في مصر طبعا ما بيعملوهوش. اللي هو مثلا سبسكرايبرز، الناس عندها واحد مثلا كونتنت كريتر على يوتيوب عنده سبسكرايبرز مثلا 300,000 400,000، نو واي في مصر هنا واحد يعمل مثلا مع كوربريت مع واحد عنده 1000 او 2000 او 3 او 5 او 10، لان انا هستفاد ايه؟ افرض الصغير ده احسن من اللي هو الكبير اللي هو عنده، فالكبير اللي عنده سبسكرايبرز كتير هيستفاد ايه من الصغير؟ تمام. فممكن الكلام بتاع اللي هو الصغير اللي عنده مشتركين قليله، ممكن السبسكرايبرز اللي هنا يروحوا هنا، تمام، واللي هنا ما يروحوش هنا، فده اللي هيبقى مستفيد، فده هيقول لك طب انا استفاد ايه؟ طب انا كده ممكن يكون ده نجح، فممكن يكون ده نجح بس على قفايه. هنا انا عندي احساس ان هنا في مصر بيفكروا في الموضوع ده، وبجد الموضوع ده يضايق، على الرغم بره والله، بره في امريكا او في اوروبا عامه والله انا شفت نماذج كتيره جدا وبيساعدوا بعض وبيحاولوا ان هم يتعاونوا مع بعض، حتى لو واحد عنده مليون سبسكرايبرز وواحد لسه صغير لسه بيبدا عنده 1000 و2 و3، ايه المشكله لما نساعد بعض؟ ايه المشكله؟ انا مش شايف فيه اي مشكله. فانا بجد الموضوع ده انا بجد بستغربه وبتكسف ان انا اطلب اعمل كوربريت مع حد في المجال بتاعي اللي هو مثلا بتاع الريفيوز بتاع السينما، لان انا عارف في الاول وفي الاخر برضه هيقولوا لي لا، لان انا عندي احساس كبير هيقولوا لي لا، لان هيقول لك واحد عنده الافات سبسكرايبرز، يعني الله لما حسد يعني الله بسم الله ما شاء الله، انا يعني مش بحسده والله العظيم ثلاثه، يعني والله العظيم انا مش من نوعيه الناس اللي بحسد، يعني بسم الله ما شاء الله عنده، تمام، هو تعب واشتغل وجاله سبسكرايبرز كتيره، بس هنا في مصر لو انا يعني انا هتكسف والله اقول مثلا تعالى اعمل مثلا معايا كوربريشن بحيث ان السبسكرايبرز اللي عندي يروحوا لك وانت اللي عندك يجوا لي، تمام. وهي مش فكره سبسكرايبرز على قد والله انا بحب المحتوى بتاعي وحابب ان انا مثلا حد يبقى معايا اتكلم معاه في الافلام وكده، وببقى مبسوط وحاسس ان انا هنتكلم في حاجات كتيره ونعمل ونسوي، بس انا عارف ومتاكد مليون في الميه ان لو سالت فلان الفلاني مثلا شخص ما ان هو مثلا يعمل ريفيوز معايا او نتكلم مثلا في اي حاجه ليها علاقه بالسينما، ما اعتقدش ان هو هيوافق. انما لو طلبت من حد مثلا صغير ممكن يوافق، ممكن، بس اللي هو عندهم اوريدي سبسكرايبرز كتير، يعني انا عن نفسي اي هايلي داوت ان هم هيردوا اساسا. يعني من وجهه نظري شايف ان هو ممكن يكون، ما اعرفش والله، ممكن يكون الموضوع مثلا نفسنا والله، الله اعلم. يعني انا مش بتكلم عليا انا بس، انا بتكلم عامه، يعني انا مش منافس والله العظيم ده، حتى لو واحد عنده 100 مليون والله ما هيفرق معايا، مش هيفرق معايا، بس انا حابب ان انا كنت اعمل كوربريت مع حد، بس انا زي ما كنت بقول انا هتكسف ان انا اسال، انا عارف ان في الاخر برضو يعني اللي انا هقوله في الاخر هيترفض، ف ملهاش اي لازمه زي ما هما بيقولوا. فانا ما اعرفش انا في مصر ممكن يكون، يعني على الرغم ان بره زي ما قلت يعني ناجحين جدا في حوار الكوربوريشن ده، بس هنا في مصر ما اعرفش، بحس ان في يوتيوبرز مثلا لما بيوصلوا مكانه معينه من السبسكرايبرز او في على قدر من الشهره
زي ما تقولوا كده مثلا بيتعالوا او بيتغروا مثلا على ناس تانية، فما هقول لك انا ليه عندي واحد عندي مشتركين بالعبيط، ليه اعمل كوربريت مثلا مع حد مثلا ولا اي حاجة لسه، ومثلا اللي عندي مثلا اللي عنده هو مثلا يحبوه مثلا اكتر مني ونجح مثلا على قفايا والكلام ده كله. والله ممكن يكونوا بيفكروا كده، الله اعلم يعني، كل واحد ونيته بقى من جواه، بس الله اعلم، بس ممكن يكونوا فعلا بيفكروا في كده. انا مثلا لو حد جه طلب مني مثلا يعمل معايا كوربريت، طبعا حوافق وش يعني مثلا، بس انا عندي تحفظين على الكوربريشن، سواء انا والله العظيم ثلاثة انا من نوعية الناس اللي انا عادي جدا وبسيط جدا، والله لو انا والله بحلف بالله لو وصلت حتى 1,000,000 سبسكرايبرز، ولو واحد عنده مثلا 1,000 ولا 2,000 ولا 5,000 ولا 10,000 سبسكرايبرز تمام، وحب ان هو يعمل كوربريت معايا، ما عنديش اي مشكلة على فكرة، والله ما هرفض تمام. بس انا عندي حاجتين عايز اقولهم، بشرط ان هو يكون في نفس المجال بتاعي، يعني هو مثلا لو نفس جيمينج، نفس الموضوع بتاعي اللي هو الجيمينج مثلا، الالعاب الرعب والكلام ده كله، حابب مثلا ان احنا نعمل كوربريت مع بعض، انا ما عنديش اي مشكله. لو مثلا محتوى مثلا بتاع الموفي ريفيوز وكده، انا برضو ما عنديش مشكله، لكن ما ينفعش ان انا مثلا اعمل كوربريت وواحد مثلا بيتكلم على السوشيال ميديا على اكل، ده مش مجالي يعني، مش المحتوى اللي انا بعمله، او مثلا واحد بيتكلم على عربيات، او واحد مثلا بيتكلم على قماش، او مثلا واحد بتاع برانكس، انا ده مش مجالي. انما لو واحد بتاع سينما بنتكلم مثلا في الافلام وبتاع، انا ما عنديش اي مشكله، يا سلام، ده انت تعالى يا عم بات مع عندي كمان لو عايز، ما عنديش اي مشكله والله العظيم ثلاثه. وبعد كده انا ما اعرفش هو موضوع الكوربريت ده بفلوس ولا مش بفلوس، او مين بيدي فلوس لمين، انا برضو حته لو هو بفلوس، انا عن نفسي مش هاخد اي حاجه من حد على فكره، ولا عاوز ولا هاخد جنيه من حد، هي الفكره بس لو حد حب ان هو يعمل معايا مثلا كوربريت. انا في اسكندريه، انا من مصر، من اسكندريه، لو حد حابب ان هو يعمل كوربريت معايا في الموفي ريفيوز، انا ما عنديش اي مشكله، بس هو يعني اللي هو حابب يعمل هو معلش هو يجي لي، لكن فكره ان انا اروح وكده يعني، ما يجيش واحد مثلا من الوطن العربي يقول لي طب انا واحد مثلا بعمل موفي ريفيوز مثلا من الجزائر ولا من تونس ولا من ليبيا ولا 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 ومفروض انا اروح له. لو انت عايز تيجي يا سلام، ده بيتك ومطرحك يا عم، تعالى اعمل معايا كوربريت، ولا عندي اي مشكله اقسم بالله في الحوار ده. وزي ما بقول، حتى لو وصلت حتى 1,000,000 سبسكرايبر، لو وصلت 10,000,000 سبسكرايبر وواحد لسه بيبتدي وحب يعمل معايا كوربريشن، والله ما عندي اي مشكله، بس بشرط ان هو يكون في المحتوى بتاعي مش اكتر. بخصوص موضوع السوشيال ميديا يا عمر، بقى الناس مالها بقى لها فتره كبيره كده ما تفهمش ايه اللي حصل لها، بقى وسوري يعني في اللفظ، قلالات الذوق وقلالات الادب جدا، اكيد يعني حاجه شتايم كتير قوي في الكومنتس مهما كان المحتوى. ففي ايه تفتكر ايه اللي بيحصل الفترة الاخيرة دي، او الناس بقت مالها يعني، ما بقتش ليه زي زمان؟ الناس ريسنتلي على السوشيال ميديا بقت غريبة جدا، بالذات حتى في مصر، دايما الناس في السوشيال ميديا مش عارف هما مالهم في ايه يعني. بحس ان هو يعني المفروض السوشيال ميديا، يعني المفروض السوشيال ميديا تأثر بالايجاب اكتر من السلب على الناس. انا من وجهة نظري شايف ان هي اثرت بالسلب اكتر من الايجاب، ودي حاجة بجد وحشه يعني. حسيت ان الموضوع كان ممكن يبقى بالايجاب اكتر، انما الناس ممكن تخش تكتب في كومنت سواء عندي على يوتيوب او على فيسبوك او اي حاجه، او اي حد تاني، او اي صفحه، اي فيديو على موجود على السوشيال ميديا، او بالذات على فيسبوك مثلا، سي انا كتبت كذا 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 وده رايي انا، يعني ده رايي في الموضوع، واحد يخش يشتمني، طب ليه؟ انا مش بتكلم عليا انا يعني بتكلم علي انا شخصيا، لا انا بتكلم على فلان الفلاني او اي حد، انا مش بتكلم علي انا شخصيا، او مثلا حابب اخش اكتب كومنت او اقول رايي تمام، يخش هم في الكومنت اللي تحتيه او يريبلاي مي في الكومنت اللي تحتيه، اي حد ممكن حد ما اعرفوش، وتلاقيه مثلا دخل شتمني كذا 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 كذا، طب انت بتشتم ليه يا عم؟ ده مثلا ده رايي انا، او حابب ان انا مثلا اقول حاجه، طب انت بتشتمني ليه يعني؟ انا مش فاهم يعني، حتى يعني لازم اخرس يعني؟ لو انا موافق معاك في الـ في الـ في الكومنت بتاعك فانا كده تمام وزي الفل، لو انا مخالف او معارض ليك في الكومنت بتاعك يبقى انا كده ابن 60 تي 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 من هنا لبكره. فانا مش فاهم، طب ايه الفكره؟ كل واحد عنده رايه يعني، انت عندك رايك يحترم وانا عندي رايي يحترم، تمام اخدت بيه ما اخدتش بيه خلاص تمام، يعني ايه لازمه بقى الشتيمه؟ ومشكله كمان يعني، حتى انا مش فاكر والله العظيم ثلاثه يعني، الموقف ده بجد قتلني ضحك يعني، فيديو من فيديوهات اللي على اليوتيوب، بس اقسم بالله ما فاكر انهي فيديو تمام. واحد دخل كان مش عارف كان مراجعه والله حتى فيلم ايه، واحد دخل شتمني تمام،
دخلت رديت عليه، يعني رديت عليه بادب، يعني ما دخلتش. انا من نوعيه الناس، انا ما بحبش الشتيمه على فكره على السوشيال ميديا خالص، او حتى سواء ككونتنت كريتر او مش كونتنت كريتر، عمري ما شتمت حد على فكره على السوشيال ميديا كده. يعني واحد دخل كتب لي كومنت وشتمني، انا ما بشتمش حد والله. كان على يوتيوب دخل شتمني، مجرد ان انا كنت مخالف معاه في رايي في حاجه كان في فيلم معين، فهو دخل شتمني، فرحت رديت عليه بادب، تمام. فمفروض بقى كنت عايز اشوف الريبلاي بتاعه، يعني هو يعني هو رد عليا وانا رديت عليه، وهو كان مفروض بقى يرد بقى تالت مره. فلقيته بيقول لي ايه، بس انت مش عارف ايه، بس عايش استمر يا بطل وبتاع. يعني انا مش فاهم، يعني انت يعني انت بتشتمني، يعني انت بتشتمني عشان انت بتشتمني عشان انا ارد عليك، وفي الاخر تقول لي عايش يا بطل استمر ومش عارف ايه. والله حتى ما فاكر اسم البني ادم ده كان مين يعني. طب انا مش فاهم، يعني انت يعني انت بتشتم عشان انا ارد عليك؟ طب انت على فكره انت لو كتبت كومنت، انا من نوعيه الناس على فكره اللي بشوف كل الكومنتات على فكره، ما حتى لو برضو لو وصلت كام مليون سبسكرايب مش هيفرق معايا، برضو من نوعيه الناس اللي بحب برضو بخصص وقت ليا كده، احب اقعد اقرا في الكومنتس، يعني لو جات لي كومنتس بقراها، ما جاتليش خلاص. فانت ممكن على فكره تكتب كومنت عادي جدا من غير اي شتيمه، وبرضو هرد عليك على فكره، يعني انا مش من نوعيه الناس اللي بتطلع تشتم والله. فانت يعني انت عملت كده عشان انا ارد عليك، عشان انت تيجي تريبلاي مي، عشان تقول مثلا فلان الفلاني رد عليا هوبا اهي مش عارف ايه. طب ما انت كنت ممكن ترد عادي على فكره، او ممكن تتكلم عادي وانا هرد عليك والله تمام يعني، بس بعد كده تيجي تقول لي عاش استمر يا بطل ومش عارف ايه. طب انا مش فاهم يعني انت شتمت ليه؟ طيب بعد كده الناس برضو دايما عندها الحته اللي هي تلاقي اي فيديو على السوشيال ميديا بقى، سواء تيك توك فيسبوك يوتيوب ومش عارف ايه وكده، وتلاقي ناس بتشير وبتاع، يقول لك ما انتوا اللي عملتوا للخرا سعر. طب يعني انتوا بتقولوا انتوا اللي عملتوا للخرا سعر، انا مش بتكلم عليا، انا بتكلم على فيديوهات، بالذات الفيديوهات بتاعت التيك توك، تمام. الناس بتطلع حرفيا تهبط في الفيديو فبتضرب معاها وبتجيب مثلا مليون شير و 50 مليون مشاهده والكلام ده كله، ما انتوا عملتوا للخرا سعر. طب على فكره انت برضو ساهمت في الخرا، يعني انا اسف في اللفظ طبعا، انت برضو ساهمت في الخرا، ان هو انت ما انت شيرت، الشير بيجيب شير والشير 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 بيجيب لايك وكومنت وشير ولايك وشير وكومنت وشير. فالموضوع بقى اللي هو went viral زي ما بيقولوا، فكله اتفرج، ما انت ساهمت برضو في الخرا، انت فاهم ازاي؟ فما تجيش انت تقول اصل انتوا عملتوا من الخرا سعر ومش عارف انتوا عملتوا من الخرا جوهره، وبعد كده تيجي تتكلم، وبعد كده ما تستغربش بقى لو نوعيه الناس دي من الفيديوهات اللي انت ما بتحبهاش، الناس دي بتطلع في الاخر في التلفزيون، ما انتوا عشان عملتوا كذا كذا، ما انتوا عشان عملتوا كذا كذا، ما انت في يوم من الايام برضو كنت بتشير، ما انت برضو ستيل. لو انت الصفحات اللي هي الكوميك اللي هي على فيسبوك، لما مثلا وبتضحكني جدا على فكره، بحب جدا الكوميكس اللي هي على فيسبوك، الفيديوهات بتاعت التيك توك اللي بياخدوها وبيتريقوا عليها، تمام. هم لما بيجي ياخدوا فيديو بيعملوا بيتريقوا عليه، ممكن الناس عندها فضول فتاخد الاسم الاكاونت بتاع تيك توك وتروح تتفرج عليه على تيك توك، فكده عمل مشاهده، وكده هم شيروا، وكده هم عملوا، وكده هيبقى في انتر اكت وذ اودينس، وكده في انتر اكت اكتر على السوشيال ميديا، فكده الموضوع زاد وكده الناس اتشهرت. وفي الاخر يجي يقول انتوا اللي عملتوا الخرجه وهره، ولا انتوا اللي عملتوا الخرا سعر. طب ما انتوا اللي شهرتوا، ما انتوا اللي اتفرجتوا، الفيو بتاعك بيفرق، الشير بتاعك بيفرق، اللايك بتاعك بيفرق، الكومنت بتاعك بيفرق. مش عاجبك الموضوع خلاص ما تتفرجش، بسيطه جدا. ومش والخرا مش حي... مش ما تساهمش في الخرا عشان في الاخر تقول الخرا خرا، فما تساهمش وخلاص وكبر دماغك، ما تتفرجش وما تشيرش وما تعملش لايك. يعني انا ابتديت اشوف الموضوع ده، يعني ابتدى ريسنتلي بقاله فتره كبيره ان هو ينتشر، فكره ان هو يطلع يخش يشتم في اي حاجه في اي حاجه وخلاص تمام يعني، تمام. فالموضوع زاد عن حده، يعني انت لو مش عاجبك مثلا الفيديو ما تتفرجش عليه، ما تساهمش فيه يعني، خلاص يعني كبر دماغك يا عم، اشتري دماغك وما تتفرجش. اخر سؤال طيب عشان ما نطولش عليك، تفتكر ممكن في يوم من الايام هتوصل لحاجه في مجال اليوتيوب نفسه، او في السوشيال ميديا، او مجال السينما اللي انت بتحبه، سواء كتابه او تمثيل او اخراج؟ والله انا يعني اتمنى القناه بتاعتي تتشاف وكده، والمحتوى بتاعت المحتوى اللي انا بقدمه للناس يعجبها، ودي حاجه بقى بتاعت ربنا والله. يعني القناه اتشافت، الفيديوهات اتشافت، الفيديوهات ما اتشافتش، يعني انا واجبي، انا بعمل فيديوهات وبعمل اديتنج وبكتب سكريبت وبعمل 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 وبنزله تمام وبسوي وبعمل، وفي الاخر دي بقى بتاعت ربنا. يعني جابت مشاهدات، جابت ما جابتش مشاهدات، خلاص يعني اصل هعمل ايه؟ انا اللي عليا بعمله وبنزله وبعمل واسوي تمام وخلاص، يعني اللي عندي بعمله، بس هي فكره الناس عايزه تتفرج تمام، مش عايز تتفرج خلاص، برضو في الاول وفي الاخر
براحتهم يعني. انا الفتره دي يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخد كورسات في المجال اللي انا بحبه، اللي هو التمثيل والاخراج والسيناريو والمونتاج يعني وكده. بحاول ان انا اكثف اكتر الكورسات، وبحب اتفرج على فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب، اتعلم حاجات جديده، اتعلم تكنيكس جديده، سواء في الكتابه او في او مثلا في زوايا الكاميرات، الكاميرا تتحط ازاي، او في الانجلز وفي السكريبت رايتنج، واعمل حاجه جديده. طب مثلا ابقى كرييتيف ازاي، والكلام ده كله. بحب ان انا اتفرج دايما على فيديوهات على يوتيوب في الحاجات دي، وفي نفس الوقت باخد كورس يعني الحمد لله في المجال ده، وعشان انا بجد حابب المجال ده، ويعني بجد بعشقه وبفكر يعني، وان شاء الله باذن الله يعني في يوم من الايام ممكن لو ربنا اراد يعني ممكن اوصل في مكان احسن يعني في المجال ده، لان انا بجد حابب المجال ده جدا، وعمري ما هفكر ان انا اسيبه، وعمري ما هزهق منه يعني. ايه اخر حاجه تحب تقولها؟ اخر حاجه احب اقولها ان انا بجد اتمنى ان الناس تحب بعضها، وبطلوا شتايم بقى ونيجاتيفيتي على السوشيال ميديا، ويكونوا كويسين كده مع بعض، وربنا يقدم فيه الخير لكل الناس يعني، واتمنى الخير بجد لكل الناس يعني. طب يا فندم احنا شكرا قوي، احنا تمام كده، احنا خلصنا. بجد اتمنى لك التوفيق والخير، وان شاء الله نشوفك يوتيوبر قد الدنيا، والكونتنت بتاعك يعجب كل الناس. مع السلامه. تمام، مع السلامه. واو. عندنا استراتيجية عشان ننام وعشان ناكل وعشان الحمد لله رب العالمين. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتد. قال هو هم مؤهلة في الدنيا. قالت احمد حسن وزينب وحشتونا. فانا بالنسبة لي كان من ضمن الحاجات المهمة جدا توكلي على الله سبحانه وتعالى، دي بالنسبة لي كانت اول حاجة.